ومعنا مشاهدينا عبر الهاتف الأستاذ علي حسن الباحث الحقوقي بتنسيقية المصرية للحقوق والحريات. بداية سيد علي، ما هي تفاصيل اعتقال ثلاث فتيات بمحافظة الإسكندرية ومن ثم أصبحوا الآن في إطار المختفين قسريا وفي مكان غير معلوم؟ بداية السلام عليكم وعلى المشاهدين الكرام. وعليكم السلام. القصة كلها ان جالنا بلاغ من مراسلين والباحثين الراصدين في محافظة اسكندرية عصر الخميس بالقبض على ثلاث فتيات، وتم تحريز موبايلاتهم. فالشاهد الان في محافظه اسكندريه وقت مصيف والجهات الامنيه على هيبه الاستعداد ل يعني تامين من وجهه النظر يعني لتامين المصطفين. فقلنا ان ممكن يكون الموضوع اجراء احترازي وما ارضناش وقتها ان احنا نصعد الموضوع او نتخذ اجراءاتنا الحقوقيه بشأن القبض على البنات. نعم. إلى أن يعني نهاية اليوم لقينا إن الأهالي بيتكلموا إن البنات لسه ما رجعوش، وبدأوا اللي هم وجهناهم إن هم يروحوا للمستشفيات وأقسام الشرطة المحيطة بالإسكندرية، وخاصة مستشفى الميري أو مديرية أمن الإسكندرية للاستعلام. ما حدش افادنا باي حاجه او افاد الاهالي، الى ان صبيحه اليوم الثاني الامن راح فتش منزل سهيله وبهدل الدنيا جدا هناك، لدرجه ان الام بتستفسر ايه الوضع وليه وكده. فالظابط قال لها بنتك عندنا ولا ما تكلمتيش احنا هناخدك معاها. اللي انا عايز اقوله ان احنا في مجتمع ليه عادات وتقاليد، واختفاء البنات في ظل العادات والتقاليد دوت من اشد الجرم اللي موجود بيؤدي الى استغلال وبهدله، وفي يعني المجتمع بيحدث فيه تفككات مجتمعيه بتؤدي مش بحقوق الانسان وفقط، باي حقوق في مصر، لان البنت شرف العائله المصريه. البنت زمان ايام ابو جهل لما دخل على اسماء بنت ابي بكر ولطمها ايام الجاهليه، ما كانش فيه عصر العولمه ولا التقدم ولا الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، لطمها على خدها فبيقولوا له اخفوها عني حتى لا تعايرني العرب. طيب سيد علي، السؤال هو ما حدث ما حدث للفتيات من عمليه اخفاء قسري ثم مداهمه منازل الفتيات، ما هي التهم الموجهة إليهن حتى يتم التعامل معهن بهذا الشكل، خاصة وأن بعضهن كان في إطار الاعتقال؟ هو سهيلة كان قبل كده تم القبض عليها في أحداث في جامعة الأزهر، وخديجة كان بنات طلعت الصبح مروة اللي ما كانش ليها سابقة اعتقال. الواقعتين كان أيام ما هم كانوا في حالة انفراد اللي كانت موجودة في مصر في 2013، يعني من خمس سنين، ولا يؤخذ الإنسان بجريرة قادر تكملها سابقا إذا سلمنا إن دي كانت جريرة أو دي كانت تهمة. لكن الوضع دلوقتي إن البنت يتم إخفائها ولا يتم إعلام أهلها بمكان اختفائها أو إعلامها هي شخصيا بالتهم اللي موجود عليه متهمه او مقتدى عليها او اظهارها امام جهات التحقيق خلال 24 ساعه كما نص الدستور، فهنا جريمه في حق هؤلاء الفتيات وجريمه في حق مصر، ان احنا منحنى حقوق الانسان في مصر الى تردي والى انحدار. اللي احنا بنطالب به في مؤسسه التنسيقيه المصريه للحقوق والحريات ان وتيره اعتقال البنات واخفائهن قسريا في الفتره الاخيره من 2000 من في النصف الاول من 2018 زادت الى 35 بنت تم اخفائها قسريا في مصر. الوضع ده بينذر بكارثه على مستوى
المجتمع وليس حقوق الانسان وفقط. طيب طالما سيد علي الدولي وقدمنا مطالبات وبلاغات دوليه للمنع او الحد من اخفاء البنات فضلا عن الاخفاء القسري اللي وصل في اخر حصر لنا احنا في التنسيقيه رب 537 حاله تم اخفاء قسريه في النصف الاول من 2018. طيب سيد علي ما هي الاجراءات التي اتخذتها عوائل واسر الفتيات المختفيات قسريا حتى الان؟ هل هناك اجراءات مثل بلاغات تقدمنا بها؟ تم تقديم ثلاث تلغرافات الى وزير الداخليه والى النائب العام المصري للكشف عن اماكن احتجازهم، وبالامس تم تحرير بلاغات بالنيابه الكليه بشرق الاسكندريه عن حادثه الاختفاء، وقد اشر عليها رئيس النيابه بالنظر والبحث فيها لدرجه ان هو طلب من الاهالي ان هم يروحوا اسم بشر علشان يتم تحرير بلاغ بالواقعه. فكان المحامين اللي كانوا موجودين قالوا يعني احنا هنروح للجلاد اللي هو اخر بلدنا عشان نعمل بلاغ، وضغط عليهم جت لما سمع اخبارهم في نيابه شرق الكليه بالاسكندريه. اللي تم توثيق حاله اختفاء سهيله وتقديم بلاغ شكوى دوليه للمعني بالاحتجاز القسري في الامم المتحده. نعم. وان شاء الله احنا في اتجاه الى التصعيد الحقوقي الدولي. نعم. لان الظاهره بدات تتفشى وتكبر في المجتمع، وده بينذر بنزيد شؤم على وصلت فكرتك، وشكرا لك السيد علي حسن الباحث الحقوقي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.